بالنسبه لشباب الجامعات على البناطيل الجينز اللي هي فيها تقطيع، لان يعني هو دلوقتي ما بقاش يشتري البناطيل الجينز اللي هي البيزك اللي هي الساده يعني، بيحب التقطيع او هم دي موضه بالنسبه لهم. المراحل اقل من كده الجبردينات اللي هو الكحلي والبيج، بيحب يعني المدارس بتبقى دي زي رسمي، فبيبقى في اقبال جدا على الالوان اللي زي كده اللي هي البيج والكحلي. والاغلبيه شغالين على الكاجوال يعني، كله كلاسيك بقى الناس اللي هي بتشتغل بس وكده يعني، لكن كله كاجوال. القمصان طبعا الالوان الكحليات والرماديات والابيض، بالذات الابيض السنه دي كان شغال جامد جدا معانا. تمام. طيب والله انا ذوقي ان انا البس قمصان وكده وتيشيرتات. بالنسبه لطلبه الجامعات بتلعب يعني بتفضل البناطيل المقطعه والبناطيل اللي سليم المقفزه من تحت، حتى لو البنطلون جاي سليم عندي هو بياخده يوديه لترزي بيقفزه اكتر. لا انا ما حبيتش الموضه المقطعه خالص. مالكش في المقطعه؟ لا لا. طب بالنسبه للتيشيرتات والقمصان؟ عامه التيشيرت على البرنت والحاجات البولور البيزك، والقميص الساده الكارو الصغير البيت بول، بس الجنسات الرايقه البيزك الحاجات اللي هي المحدوده اللي ما فيهاش تقطيع جامد ما فيهاش كده. تمام.